بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شوف هناك هذا أمر لا يخفى على أي إنسان عاقل أن هناك حملة تعرف بحملة ضرب القدوات. أيوة هناك جماعة من الناس وهذا الكلام هو له علاقة وارتباط بما كنا نتكلم من قبل، حملة ضرب القدوات في المجتمع. يعني أجمل وأكمل وأحب القدوات في المجتمع من؟ هم أهل الدين والديانة. قد ما يلشي لازم يكون إمامنا إنسان صالح تجده متدين أو مصلح، لأنه فرق صالح متدين لنفسه. فإذا ارتقى بعد الصلاح إلى دعوة الناس إلى الإصلاح يصير مصلحا. احنا عندنا حاجة في المجتمع دائما نقولها ونعودها، الناس تحبك، الناس تحبك أن تكون صالحا، لا تحبك أن تكون مصلحا. فرق بين الصالح والمصلح. صالح مع نفسك، مصلح لغيرك. شكون تكون صالح؟ إنسان ما تكذبش، ما تسرقش، ما تخدعش، تعامل الناس بصفاء أن يحبك. بصح تبدأ تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يبدأ يكرهك. نعم هكذا، ويحملون لك العادة ويستغل هذه الفرصة. شكون؟ أعداء الدين. وهذا لنا فيه مثال مع النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن يكون رسولا ونبيا ماذا كانت تناديه قريش؟ ماذا كانت تصفه؟ بالصادق الآمن. غير ولا نبي ودعاهم إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده، قالوا ساحر كذاب ومجنون وكذا. شوف كان صالحا أحبوه، صار مصلحا أبغضوه. هدية. ولهذا قال الله تعالى في القرآن: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الناس أكثر الناس ما يحبوش الحق. كي تقول سموش يحبوا الناس، يحبوا تقولهم وش يرضيهم. فمن هذا الأمر، هذا المنطلق، ظهرت الفئة وهذا الأمر دبر بليل ما جاش هكذا كبرك. بعد الدعاة كان عندهم تأثير في المجتمع كبير جدا. يعني الحمد لله من نهار دخلوا هذه الدعاة لوسائل التواصل الاجتماعي. وإلا هذه الدعاة مشي من يومهم دعاة. الشيخ راشد عنده أكثر من 30 سنة في الإمامة، عنده مدرسة قرآنية في المسجد تاعه خرجت العشرات المئات من حفظة كتاب الله. الشيخ طاهر نفس الشيء، الشيخ عمر بن زاوي، الشيخ وليد محساس، كامل اللي ذكرتهم عندهم سنوات في الدعوة إلى الله. ماشي الآن دوك، الآن لما ظهر هذا التواصل الاجتماعي زادوا دخلوا في وسائل التواصل الاجتماعي، فانتفع خلق عظيم. وكامل الجزائر وخارج الجزائر شافوا الخير اللي كان في رمضان الفائت. طبعا طبعا طبعا، مئات حتى إن لم أقل آلاف الشباب تقريبا 30 يوم تاع رمضان، 30 يوم كل يوم في السهرة مجلس في أحد الأحياء والبلديات حتى الولايات. كنا والله شباب بالآلاف يسمعون عن الله عن رسول الله. كاين بزاف ناس أثر فيهم هذيك المشاهد. كاين ناس كانوا داروا سهرات والله غير هو يضرب الكمانجة وحده وحبابه واحد زوج عباد واقفين كارين حياتهم. قال لك شوف هادو ما فهموش. شفناهم يعني وفي المقابل ناس يدعون إلى دين الله الحضور بالمئات بالآلاف. وش في السر؟ هذا أمر يؤثر. كاين ناس عندهم خبزة أقول لك أثر لي عليها كذا. فهذا سبب كبير جدا من أسباب الحملة على الدعاة. ولكن الحمد لله كما يقول لك الكلاب تنبع والقافلة تمشي. الدعوة ما زالها وما زال شباب يتأثروا وما زال شباب ينتفعوا. علاش؟ أقول لك على، لأن الذي يعز هو الله والذي يذل هو الله واللي يجعلهم القبول في الأرض هو الله، ولا ينزع منهم هذا القبول إلا الله عز وجل. المهم بما أنهم على الحق ويدعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة فهم على حق، يعني يصطدموا بمثال الأمور كما اصطدم بها سيد الدعاة وإمام الرسل والأنبياء رسول الله عليه الصلاة والسلام.